في المهرجان المقام بالتوجيهات السامية بالتوجيهات الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، مع انطلاقة أشواط الرموز، مع انطلاقة سن اللقايا. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وباسمه نستعين. حفلنا الكريم، جمهورنا العريض، على بركة الله إذن ينطلق مشاهدين الكرام. شوط الشلفة الفضية، شوط اللقايا البكار المفتوح. انطلق مشاهدين الكرام وانطلقت شعارات أبناء الخليج مجتمعين وحاضرين هنا في أفضل مكان وفي أفضل زمان وميدان. انطلقت قوافلهم، انطلقت قوافل الطامعين، قوافل الطامحين إلى تحقيق الرمز، إلى تحقيق الشلفة الفضية التي يزداد لمعانها مع النصف مليون ريال. كل الأمنيات بالتوفيق لهم جميعا. نتمنى أن نشاهد منافسة طاحنة تجمع بين هذه الشعارات الكبيرة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع، اندفاع كبيرة واندفاع قوية. مقدمة الشوط مع نغم، نغم تحتل المركز الأول. محمد بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري يتغنم ويترنم شعاره على وقع صدارة هذا الشوط الرئيسي، شوط الرمز يا الهاجري. المركز الثاني الغشامية، عيسى بن محمد بن شاهين بن طوار الكواري، الشعار الذي يقتحم أشواط الرموز. بينما المركز الثالث هنا توزيع، عبد الله بن راشد بن حمد الغيلاني يدفع بتوزيع ليوزع طاقتها من البداية ويصبها في المقدمة. بينما الدور دور المركز الرابع، المركز الرابع هنا رمانة، عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن علي المسند يدفع برمانة على المركز الرابع. أما المركز الخامس أجد بلشة بشعار الإعصار الغربي، راشد بن سيف بن محمد بن سيف المنصوري. شعارات عملاقة، شعارات كبيرة. لما لا وهو رمز في مهرجان سيدي الأمير يحفظه الله ويرعاه. نغم، ما أجمل أنغام نغم. ألحن الألحان، لحن ألحان الرمز يا نغم. نغم إذن في المركز الأول، صدارة سعودية، أبناء المملكة ينطلقون مع نغم. في المركز الأول محمد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري، الشعار السعودي يسيطر. بينما المركز الثاني أتابع هنا الدخول والتسلل على نغم من قبل حربة، سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي في ثاني المراكز. أعتقد بأن شعار الهاشمي أولى. بينما رمانة، رمانة يا رمانة يا سلام، الله الله، الشعار القادم من الخور ينتزع المركز الأول. هذه رمانة، عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن علي المسند بلشع على المركز الثاني. راشد بن سيف بن محمد بن سيف المنصوري، الضيف العزيز القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما الظبي الظبي بن نصرة يصل شعار المفاجآت، مبارك بن محمد بن مبارك بن نصرة العامري أيضا يدفع باسم آخر، شخصية أيضا. في المركز الرابع شعار له شخصيته الاعتبارية بين الشعارات. المركز الرابع إذن شخصية المبارك بن محمد بن نصر العامري. وفي المركز الخامس أتابع الغشامية، عيسى بن محمد بن شاهين الكواري. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في شوط الشلفة، شوط اللقايا المفتوح. الصدارة هناك مع المركز الأول بن نصر أيضا يقود المشتركين، يتحكم في هذا الشوط. الظبي مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد العامري مع المركز الأول. المركز الثاني رمانة للمسند الإعصار الغربي،
على المركز الثالث مع بلشة كيلوين متر، قطعنا 3 كيلومترات كيلوين متر على الشلفة على الرمز، شخصية تتقدم بشخصيتها القوية لتفرض هيمنتها لتبسط شخصيتها على هذا الشوط، شوط الرمز وبالنصرة، بالنصرة هو الأقوى، بالنصرة يبحث عن النصر من خلال انطلاقة الظبي في المركز الأول، من خلال مشاركة شخصية في المركز الرابع، المسند إذن في المركز الثاني، رمانة لعبد العزيز بن أحمد بن عبد الله، المسند وبلشة على المركز الثالث، راشد بن سيف بن محمد المنصوري، شوفوا رمانة، انطلقت رمانة، ما أجمل هذا التسلل، تسلل وانطلاق، تسلل بمذاق الرمان، يا سلام يا سلام، بالنصرة يدفع بشخصية لتكون الصدارة، صدارة مع شعار بالنصرة، الله يا بالنصرة ما أنت فاعل، يا بالنصرة ما أنت فاعل أيها البطل، الله يا شخصية، شخصيتها قوية، شخصيتها شخصية تفرض الاحترام على الميدان، فرضت احترامها شخصية في المركز الأول، مبارك بن محمد بن نصرة، المركز الثاني هذه بلشة، أبلشتكم بلشة، بلشة المنصوري تقتحم المركز الثاني، تبحث عن المركز الأول، تبحث عن الشلفة، الشلفة الفضية، الله يا الظبي، الظبي الآن انطلقت، انطلق بالنصرة، مبارك بن محمد العامري وفي المركز الثاني، يا سلام يا المغامر، علاج علاج، تأتي بالعلاج، تأتي بالعلاج، محمد بن حمد بن عتيق بن شامس العامري، يا سلام يا بن شامس، بن شامس أشرقت شمسه على الصدارة، انطلق مع علاج، واضع عن العلاج لحالة هذا الشوط، حالة من الترقب، حالة من الانتظار، علاج على الصدارة، الظبي في المركز الثاني، المركز الثالث تنطلق شخصية، المركز الرابع أيضا وصول من قبل الحويلة، ناصر بن عبد الله بن خليفة العطية، علاج علاج علاج، يا سلام يا علاج، انطلقت علاج على أرضية الميدان، أرضية من ديباج ليكون الانتصار مع المغامر، غامر المغامر ونجحت مغامرته في شوط الرمز، سلام يا الهير سلام، علاج إذا وضعت الوصفة، ووصفة قادت بن شامس إلى الشلفة الفضية، تهانينا والناموس، المركز الثاني الظبي للسيد مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد العامري، المركز الثالث 27 جاءت فيه القصوى لحمد بن سالم بن حمد بن بريكان، 24 المركز الرابع كان من نصيب صناعة لغصاب بن مصبح رعطير العامري، والمركز الخامس شخصية لمبارك بن محمد بن نصر العامري. مشاهدينا الكرام، المغامر، متابعينا الأعزاء، إذن ينجح المغامر في انتزاع نقطة هذا الشوط، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن عتيق بن شامس العامري على فوزه وانتصاره بالشلفة الفضية في شوط اللقاء البكار المفتوح، شوط ملتهب، شوط استطاعت من خلاله علاج أن تلبس تاج هذا الشوط، علاج بسرعة الفائقة استطاعت أن تصنع بن شامس هذا الإنجاز في هذا اليوم الكبير، 7:29 هو التوقيت الزمني لعلاج، تهانينا لمحمد بن حمد بن عتيق بن شامس العامري. المركز الثاني جاءت فيه الظبي وتوقيتها 7:32، 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد العامري. المركز الثالث جاءت فيه القصوى وتوقيتها 7:33 بدون أي جزء من الثانية، تهانينا لحمد بن سالم بن حمد بن بريكان المري. مشاهدينا الكرام، إذن